مع دخان موقده الكثيف ورائحته الزكية التي تغطي المكان وتجذب المارة، يبدأ العم محمد صباحاته بإعداد الكباب في مكانه الواقع في شارع جمال وسط مدينة تعز. كسبنا ان احنا من السعودية وجينا هنا اشتغلنا وعنا استعرفنا على الكباب واستمروا يعني استعموا عليه عن ناسبهم. اشتغلنا الحمد لله نشتغل. صلح كباب حلبي وكباب مبشور. يعني بأنواعه مع الخضار حقه مع التوابل مع كل شيء. صيت واسع وعمر تجاوز 3 عقود لمحل العم محمد، إذ اشتهر بتقديم هذه الوجبة لزبائنه الذين يترددون عليه باستمرار، ما أكسبه شهرة واسعة وهوية خاصة بطريقة الإعداد والتقديم. المطعم هذا أتردد عليه من قبل 30 سنة، وكان عمري 5 سنة تقريبا، وهو مطعم نفس المذاق قد 30 سنة الآن، نفس المذاق نفس الطعم وجودة ونظافة. بإمكانياته اليسيرة ومكانه المتواضع بالإضافة إلى خبرته الطويلة، استطاع العم محمد أن ينال رضا زبائنه لتميزه في إعداد الكباب على الفحم، وهذا ما يجعله صحياً وذا نكهة فريدة كما يقولون. الكباب هنا كباب حلبي خالي من الزيوت، الذوق مشوي تقريباً بالفحم وبالفحم ولو طعم جيد يعني ما شاء الله عليه. أنا أجي من الثورة من هنا عشان أكل الكباب هذا. على الرغم من تأثير الحرب والأزمات الاقتصادية التي أجبرته على تقليص الوجبات العديدة التي كان يقدمها واقتصارها فقط على الكباب الحلبي، ما يزال مطعم العم محمد محتفظاً بطابعه الشعبي في العمل ولذة مذاق وجبته لدى الزبائن والمرتادين. مها علي، قناة بلقيس، تعز.